اذا لو اختلف عندي الان الثري فيز انفرتر بطل كوندكشن لمده 180 درجه صار كوندكشن لمده 120 درجه. اذا ايتش سويتش كونفكس فور 120 ديجريز. يعني هون بكون عندي، اذا بكون عندي في اي لحظه من اللحظات بطل عندي ثلاثه كوندكتين بصيروا بس اثنين كوندكتين. خليني اضبط اذا الويف فورمز اللي هون فراح ابدا ار، خليني ابدا ار هون راح اشيل منها 60 درجه فراح تصير كوندكتين بس لمده 120 درجه 1 2 3 4 وراح اشيل منها كمان هاي بعدين راح اشيل منها هاي بعدين تي بار راح تيجي بعدها قديش؟ 60 درجه بس راح تطلع كوندكتين بس لمده 120 راح اشيل القطعه هاي والقطعه هاي والقطعه هاي ونفس الشيء راح نيجي على هذه هون هاي هون نفس الشيء بالنسبة ل تي و اس وبعدين نفس الشيء عندي ار بار لاحظوا هون ار بار عندي لسه 180 درجة بين ار وار بار لأنه هي هون 1 2 3 180 درجة نفس الشيء راح اشيل هذا الجزء الأخير راح اشيل الجزء الأخير هون وكلهم راح انزلهم الكونتكشن تبعهم راح يصير مئة وعشرين درجة يعني بس مربعين كلهم الآن صاروا كوندكتنج لمدة مربعين أشيل هاي مظبوط هيك صاروا كلهم 120 كلهم مربعين لسه بينهم 60 درجة بين الآر والتي بار 60 درجة بين التي بار والإس 60 درجة 60 60 60 لكن صار عندي أون لمدة 120 درجة أوف لمدة 240 درجة ونفس الشيء لهذا الأب يعني أون والثاني خلينا الان نطلع نشوف مين الترانزستورز هلا شو راح يكون عندي بس اثنين في اي لحظه مين عندي في اول 60 درجه واحد واحد وستة لان هذول كلهم اوف انت عندي واحد واحد اللي فوق وستة اللي تحت مش هيك بعدين عندي واحد ومين واحد واثنين واحد واثنين بعدين عندي واحد بصير اوف مين بصير عندي اون الان اثنين وين تحت صارت اثنين فبضل اثنين عندي تحت بوزيتيف ثلاث ثلاث بعدين عندي ثلاثة راح يضل هون مين راح يجي بدال ثلاثة؟ خمسة أربعة أربعة بعدين عندي أربعة راح يضل هون ومين راح يجي؟ خمسة وخمسة بوزيتيف مش هيك؟ وبعدين خمسة راح يضل هون ومحل الأربعة مين راح يجي؟ ستة ستة والستة راح يضل هون ومحل الأربعة يجي عندي واحد وبعدين هي رديت كررت مش هيك؟ كررت طيب هلا هاي اسهل شوي بتصير عندي نفس الشيء اذا عندي ار كوندكتنج شو راح يكون عندي في ار ان اذا ار كوندكتنج معناها الفي دي سي راح يجي هون راح يصير بلس اذا الار كوندكتنج راح يكون عندي بلس في دي سي وماينس في دي سي اذا هون راح يكون بلس في دي سي هي واحد اثنين بعدين اوف بعدين لما يجي ار بار راح يصير ماينس في دي سي بلس بي دي سي ماينس بي دي سي فصار عندي اون 120 درجه اوف 60 درجه اون 120 درجه وهكذا اوكي هذه بالنسبه للفي ار ان نفس الشيء لو جينا اخذنا الان في اس ان راح تكون عندي بنفس الطريقه طبعا هذه هون بلس بي دي سي ماينس بي دي سي هلا ناخذ هذه بالنسبه لاس هي اس هون راح تنزل معي اس هون عند النقطه هاي يصير عندي بلس في دي سي اوف ماينس في دي سي بلس في دي سي ماينس في دي سي وهذا نفس الشيء بلس في دي سي ماينس في دي سي اذا شو بدي احسب الان في ار اللي هي بتساوي في ار ان ماينس في ار اس فخلينا هون نحط في ار اس اللي هي فيز فولتج وخليني اعتبر هذا هون هون اذا في ار اس راح تكون عباره عن في ار ان هلا هون هاي خليني نكملها مضبوط عندي هون بلس في دي سي وماينس في دي سي تكون عندي تو بلس في دي سي ماينس ماينس في دي سي راح يصير عندي تو في دي سي لحد النقطه هاي راح تصير عندي
في دي سي، بعدين عند النقطة هاي راح تصير زيرو ماينس في دي سي ماينس في دي سي كل ماينس في دي سي لحد بعدين ما أوصل النقطة. عند النقطة هاي إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ماينس في دي سي ماينس في دي سي راح يصير ماينس مو في دي سي. بعدين عند النقطة هاي إيش راح يصير عندي؟ ماينس في دي سي زيرو يصير ماينس في دي سي. إذا طبعا أنا كنت بجي ماشي في ار اس. هلا اخر شيء بدي احسب في ار سي. في ار سي حتى احسبها هون اسهل صارت عندي في ار سي، لانه هون في شيء غير اثنين شغالين. اذا كان في ار شغال وواحد من هذول الاثنين شغالين مع الماينس ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هون بلس في دي سي. واذا كان الار النيجاتيف 4 شغال راح يصير عندي هون ماينس في دي سي، راح يكون عندي ماينس في دي سي على الثاني راح يصير عندي اثنين. اذا خلينا نطلع عندي 1 و6، لما يكون 1 و6 شغالين شو بصير؟ لما يكون واحد شغال شو بيجي عندي هون؟ بلس في دي سي. و6 لما يشتغل ايش بعطيني هون؟ ماينس. بس عندي ماينس في دي سي وبلس في دي سي، هاي شو بعتبرها الان؟ زيرو. هاي فلوتنج مضبوط ما لها اي قيمه. لو عندي مقاومه طالعه في الهواء ما لهاش قيمه، اذا هاي كانها موجوده. بلس في دي سي وماينس في دي سي قديش رح تضل عندي هون؟ بلس في دي سي. اذا خلال الفتره هاي رح يكون عندي هون اللي هي هاي النقطه رح يكون عندي هون بلس في دي سي عند النقطه. بعدين عندنا بعد 1 و6 رح يصير 1 و2، 1 و2، 2 رح تصير نيجاتيف. ايش رح يضل عندي هون كمان نفس الشيء؟ ما رح تغير مضبوط، رح يصير عندي بلس في دي سي لحد هون. هلا عندي النقطة هاي ما فيش لا واحد ولا أربعة شغال. إذا هاي النقطة كأنها فلوتينج، إذا قديش الفولتج هون؟ زيرو. لحد ما أوصل للنقطة هاي، عند النقطة هاي مين اشتغل الآن؟ أربعة. لما يشتغل أربعة ايش بعطيني هون؟ ماينس ماينس في دي سي لأنه هي أربعة. إذا راح يصير عندي هون وحتى هو مين راح يشتغل مع الأربعة؟ راح يشتغل ثلاثة. فالإس راح تكون بس راح يصير بلس في دي سي ماينس في دي سي. إذا هون ايش راح يكون عندي؟ ماينس في دي سي. نفس الشيء يصير عندي هاي الويف فور، وهاي طبعا اذا اخذتها هاي عباره عن في ار سي، اذا قسمتها على ار شو بتعطيني؟ هاي صار عندي كرنت. شكل الويف فورز بيختلف بحالتين، بحاله 120 وبحاله 180.